بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على مصباح الظلام ورسول الله الملك العلام، خير من صام وقام وطاف بالبيت الحرام. تلاوة قرآنية مباركة تتلوها على مسامع حضراتكم فخر قراء محافظة المنوفية والقارئ اتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي أجمع، والقارئ والمقيم ببركة السبع بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ العزب سامي. ندعو الله له بالتوفيق وحسن التلاوة ولنا ولكم بحسن الاستماع. إن الله ولي ذلك وهو القادر عليه. اتقوا الله
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا Oh,
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا.
جزاء من ربك عطاء الحساب رب السماء لا أملك منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا والملائكة صفا يوم يقوم الملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
صدق الله العظيم الفاتحة. وزيادته في شرف النبي صلى الله عليه وسلم والى روح الفقيده وامواتنا واموات المسلمين جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا اخوة الايمان والاسلام لو كانت الدنيا تدوم لاحد لدامت لرسول الله. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والذي تلاها ورتلها على مسامع حضراتكم فخر قراء محافظة المنوفية والقارئ باتحاد الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم القارئ والمقيم بجبتة السبع في محافظة المنوفية. ونقلناها إليكم عبر أثير الموجات الصوتية ومدينة الأنوار الكهربائية. فيا تطلب من شركة المتوكل على الله على رمضان عامر المقيم به إدارة حامي رمضان عامر المقيمين به. الاشتراك مع قصر من قصور الفراش المتنقل. فيا تطلب من شركة الحج فتح الآرح المقيم بمدينة نوف. أيها الأخوة المعزين الكرام تقبل الله عزاءكم جميعا وشكر الله سعيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله.